باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل عين نعمته ورحمته وبركته إلى أبد الآبدين ولا دهر الدهرين كلها أمين. بنتابع في إجاباتنا حول أسئلة من يسأله حول الكتاب المقدس، والنهاردة الحلقة 20 في سفر الملوك الأول. وحابب أجاوب النهاردة كمان على سؤالين من اللي بيسألوهم إخواننا. السؤال الأولاني هو مفهوم كلمة سيف، مفهوم كلمة سيف اللي هو جه في سفر الملوك الأول أصحاح 19 ومن عدد 17. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. مفهوم كلمة سيف اللي هي مذكورة في الآية دي حسب ما هنشوف بعد كده في الكتاب المقدس. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني اللي هو القصة اللي موجودة في سفر الملوك الأول أصحاح 20، وعلى النبي اللي هو بيقول لواحد من الأنبياء اضربني، فرفض يضربه فقال له هيأكلك أسد. مفهوم الكلمة الضرب والأسد دي هنفسرها مع بعض إيه المعنى. أرجع للجزء الأولاني أو السؤال الأولاني اللي هو نبوءة الذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، الذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. مفهوم كلمة القتل وهنا كلمة السيف. الكتاب المقدس البعض لما بيجي بيسأل من نفس خلفيته هو ومن نفس مفهومه هو، مش بياخد حسب المفهوم اللي بيذكر الكتاب المقدس. يعني هو جاي بخلفية معينة وعنده معاني معينة ومفردات معينة في ذهنه للحاجات اللي هي عنده، وجاي بيطبقها على الكتاب المقدس. الكتاب المقدس احنا جاوبنا على كل أسئلتهم، ومفيش سؤال هم سألونا عليه ما جاوبناهوش، لكن احنا ماشيين بالترتيب. احنا بدأنا من سفر نشيد الأناشيد اللي هو أكتر سفر هجموه، وبعدين كملنا من سفر التكوين إلى سفر الملوك الأول، وخدنا كمان في السكة كده كمان سفر يونان. وجاوبت على كل أسئلة من يسألونا حول الكنيسة، حول عقيدة الكنيسة، حول أسرار الكنيسة، حول أسرارنا كمسيحيين مع الله، إيماننا المسيحي. وكنت خدت قانون الإيمان اللي احنا بنؤمن بيه مرادوبي في كل وقت، اللي هو عن الثالوث القدوس والآب والابن والروح القدس، وعن القيامة العامة، وعن الكنيسة، وعن ده المفصل للبرنامج اللي احنا بنتكلم فيه. فتكلمنا الأول عن إيماننا، وبعد كده شفنا ايه الحاجات اللي الناس بعدوا فيها عن هذا الإيمان، عن الثالوث القدوس أو عن الكنيسة أو عن القيامة العامة والمجيء الثاني. والكتاب المقدس إحنا كمسيحيين وكأرثوذكس كمان بالذات هو المصدر، واحد من مصدرين بناخد منهم المسيح. المسيح بناخده في الكلمة من الكتاب المقدس، وبناخده من المذبح اللي هو في سر الإفخارستية أو في القداس. ده اللي احنا بناخده كأرثوذكس. طبعا بقية الكنائس كل واحد حسب إيمانه، لكن الكل بيقدس الكتاب المقدس. البعض اللي بيحاول يشكك واللي حاول يذكر حاجات مش بينقلها بالمسطرة من الناس اللي بينقضوا في الكتاب المقدس، وبيبعدوا تماما كل البعد عن مفهوم الوحي الإلهي. احنا بنؤمن ان كل كلمة كتبت فهي كتبت بوحي من الروح القدس، والروح القدس هو واحد من الأقانيم الثلاثة، هو الله، هو الله. زي الآب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس كمان هو الله. فالثلاثة أقانيم. وانا اتكلمت لما اتكلمت عن الإيمان القدوس، إيمان القدوس، اتكلمت على الثلاثة، وكنت حتى استعرت الاستعارة اللي كان البعض علمها لنا اللي هو من خلال المثلث. المثلث اللي هو
ليه ثلاث أضلاع لكن هو واحد، الثالوث القدوس لكن هو واحد. أنا اتكلمت، أنا مش هرجع، مش هعيد الكلام اللي بقوله، لكن بس عايز أقول أن الكتاب المقدس هو كله كلمة الله. عشان كده احنا بنجاوب كل أسئلة من يسألونا حول إيماننا في الكتاب المقدس. والنهارده زي ما قلت لكم الجزئيتين اللي هو بتاع مفهوم سيف، كلمة سيف اللي هي مذكورة في ملوك الأول 19، وحتة الضرب والقتل بالأسد اللي هي موجودة في سفر الملوك أصحاح 20. أرجع مرة تانية وعشان نفهم الموضوع بأكثر تفصيل، في ملوك الأول 19 على 17 مرة أخرى: الذي ينجو من سيف حزائيل يأكل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. والبعض بيقول أن أليشع ما قتلش بالسيف، صحيح أليشع ما قتلش بالسيف الحديدي أو المعدني اللي هم البعض ده مفهومه هو عن كلمة السيف، لكن لما يجي كلمة السيف في الكتاب المقدس لها معاني كثيرة أخرى، لها معاني كثيرة أخرى. لما هنجيب دلوقتي الآيات اللي موجودة في الكتاب المقدس عشان نشوف معنى كلمة سيف، من خلال كل أسفار الكتاب المقدس. دي حاجة. الكتاب المقدس اللي كان عايز يقوله بالتفصيل إن في التوقيت ده كان في واحد ملك اسمه أخاب، كان شرير هو وامرأته إيزابيل أو إيزابيل وأسرتهم، يعني الملك أخاب وامرأته إيزابيل وكل الأسرة كانوا ازدادوا شرا وسوءا وفي أيام إيليا، واللي خلى إيليا سمح الله لي إن هو ينزل نار من السماء، وخاف بعد كده من إيزابيل وهرب إيليا. فربنا في الموقف ده عاتب إيليا وقرر إنه ينفذ عقاب خطيئة بيت أخاب اللي انتشر ووصل إلى مملكة يهوذا. كان ربنا عايز يوقف هذا الشر، فكان بيسمح الله بالعقاب في ذلك الوقت لكي ما يرتدع الإنسان المخطئ ويرجع مرة أخرى. لأن كل هدف الله طول ما الإنسان في نفس وعايش في الأرض، هدف الله أن يرجع الإنسان إليه. فإذا كان استخدم الله العقاب للبعض أو استخدم الله بعض التأديبات للبعض، فمن أجل أنه هو يرجع، صحيح عشان كمان يقول لهم أنه هو الله العادل، أنه هو الموجود، أنه هو القادر على كل شيء، أنه هو الخالق الذي في يده كل شيء، لكن كمان عشان يرجع الإنسان مرة أخرى ويرجع إلى ربنا مرة أخرى. هنقرأ مع بعض كمان تاني مرة تانية سفر الملوك الأول أصحاح 19 عشان نفهم الكلمة السيف دي اللي هي كان مقصود بها إيه، ومن عدد 14: فقال غيرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك، نقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. ده إيليا بيتكلم ربنا. فقال له الرب: اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق. قال له ارجع وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو ابن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع ابن شفاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك. ده اللي ربنا قاله لإيليا، وده عشان يوضح ان الله اراد لهؤلاء الثلاثة كل واحد فيهم يكون له دور من في المرحلة التي ما بعد إيليا. حزائيل هيتولى ملك أرام، ودي أرام كانت في سوريا، وده اللي هيعاقب بيت أخاب من خلال الحرب اللي هيشنها حزائيل مع أخاب. وياهو يتولى ملك إسرائيل، أي هينقلب على بيت أخاب من خلال المعركة، يعني مش هيبقى فيه السلام المزيف اللي هو كان موجود، وبالتالي من نتيجة هذا السلام المزيف انتقلت عبادة الأوثان من إسرائيل إلى يهوذا. طبعا احنا عرفنا الوقت ان فيه انقسام مملكة إسرائيل، مملكة الشمالية وتضم 10 أسباط، ومملكة الجنوبية تضم 6. المملكة الجنوبية هي كانت في السامرة، والمملكة الجنوبية كانت في أورشليم.
المملكة الشمالية كان بيسموها إسرائيل، والمملكة الجنوبية كانت بتسمى يهوذا. أنا اتكلمت عنها قبل كده، مش هعيد اللي أنا قلته، لكن بس عشان نفتكر مع بعض، عشان لما تسمعوا هذه التعبيرات تاني يبقى في المخيلة إيه اللي حصل. و أليشع يتولى تنفيذ أو توصيل كلمة ربنا بدل إيليا، يعني هو ده اللي هيكون مكان إيليا. فمرة تانية في عدد 16 وعدد 17، امسح ياهو ابن نمش ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع ابن شفاط من أبي المحولة نبيا عوضا عنك. فالذي ينجو من سيف حزائيل اللي هو ملك أرام يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. عايز يقول ان هو ربنا هينفذ خطة عقاب على هؤلاء الناس، ولا سيما أخاب وإيزابيل، وإنهم تركوا ربنا وعبدوا الأوثان، فهينفذ خطة عقاب ليهم، وهيستخدم الثلاثة دول حزائيل وياهو وأليشع. فكلمة هنا كلمة سيف، قد تعني سيف حرب فعلا، وقد تعني سيف آخر اللي هو هنشوفه دلوقتي، المفهوم اللي هنشوفه في الكتاب المقدس. فالنبوة تحققت فعلا، فرغم أن يهورام ضربه الأرامين وأصيب لأنه أفلت ولم يمت، لكن بالفعل حدث حسب الكتاب المقدس، حسب النبوة، قتله ياهو ابن نمشي، وأخزيه أيضا قتله ياهو، واللي نجا من سيف ياهو تنبأ عليه أليشع وفعلا عوقب، بل ياهو أباد النسل الملكي ليهورام ابن أخاب، وأيضا قتل الكثير من أبناء أخزيه. وده اللي بيقول الذي ينجو من سيف حزائيل، وحزائيل كمالك هنا لم يقتل أفراد بل أخاب بسيفه الشخصي، أي بيده، بل بأمره للقادة الجيش والجنود. فهنا مقصود بها إن هو استخدام الحرب ضد بيت أخاب. هشوف الكلام ده حصل ولا ما حصلش، عشان إخواننا اللي بيتكلموا مفهوم كلمة سيف. والنبوة تحققت فعلا، نعم تحققت، النبوة تحققت، لكن هنشوف دلوقتي تحققت ازاي، وهنشوف كلمة السيف المقصود بيها في الكتاب المقدس. في سفر الملوك الثاني صح 8 من عدد 26، كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عسلية بنت عمري ملك إسرائيل. وصار في طريق بيت أخاب، عمل الشر في عيني الرب كبيت أخاب، لأنه كان صهر بيت أخاب. وانطلق مع يهورام ابن أخاب لمقاتلة حزائيل ملك أرام في رمود جلعاد، فضربه الأراميون يورام. فرجع يورام الملك ليبرأ في يزرعيل من الجروح التي جرحه بها الأراميون في رمود عند مقاتلة حزائيل ملك أرام. ونزل أخزية ابن يهورام ملك يهوذا ليرى يورام ابن أخاب في يزرعيل، لأنه كان مريضا. تحقيق النبوة، قدنا بنشوف فعلا القتل عن طريق الملوك اللي هو مسحهم إيليا، قال له كده امسح حزائيل ملك على أرام، دي شفنا حزائيل بيعمل ايه، وياهو ابن نمشي ملك على إسرائيل، وامسح أليشع ابن شفاط. فهنا عندنا حزائيل، وعندنا ياهو، وعندنا أليشع، واستخدمهم الله لعقاب بني أخاب، أو أخاب وأسرته وإيزابيل، أو إيزابيل. في سفر ملوك الثاني أصحاح 9 كمان يكمل الكتاب المقدس، ولنا وعصى ياهو ابن يهوشافاط ابن نمشي على يورام، وكان يورام يحافظ على رمود جلعاد هو كل إسرائيل من حزائيل ملك أرام. ورجع يهورام الملك لكي يبرأ في إسرائيل من الجروح التي ضربه بها الأراميون حين قاتل حزائيل ملك أرام، فقال ياهو إن كان في أنفسكم لا يخرج من هزم المدينة لكي ينطلق فيخبر في يزرعيل. فهنا اللي ضرب من يورام ابن أخاب، أو اللي ضرب
أو اللي ضرب أو من ضرب يورام ابن أخاب هم الأراميون، ودول جنود حزائيل، والرب يلقبه بيقول له سيف حزائيل، يعني الأداة التي استخدمها حزائيل لعقاب هذا الملك. إنه هو كان قائد المعركة، والقرارات كانت ليه، والجنود اللي كانوا معاه كانوا خاضعين ليه. فهمنا هنا أن سيف حزائيل كشرح أن السيف رمز للأداة التي سيستخدمها، وإشارة كمان إلى القتل وإشارة إلى العقاب. فالسيف بيعني القتل، يعني العقاب، وليس مقصود به مقصود بها كلمة سيف معدني اللي هم أخواننا جايين من المفهوم بتاعه وجاي يطبقه على هذه الآيات. فالسيف معناه هنا عقاب، معناه فعلا قد يكون قتل، وقد يكون الأداة التي يستخدمها البعض لتنفيذ هذا العقاب. في سفر ملوك الثاني مرة تانية صح 9، وهنكمل مع عدد 21. فقال يهورام، اللي هو هنتكلم على سيف ياهو، فاحنا اتكلمنا هنا على سيف يهورام، وهنتكلم هنا على سيف ياهو، وبعد كده هنشوف مفهوم كلمة سيف أليشع، مفهوم كلمة سيف أليشع كلها بتحقق النبوة اللي اتكلم عنها ربنا على فم إيليا في ملوك الأول 19 من عدد 17. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. فهنا شفنا حزائيل واستخدامه لقارة الجيوش بتوعه لقتل أخاب، وهنا نشوف كمان ياهو، وهو مفهوم كلمة السيف بتاع ياهو اللي موجود في بقية الأصحاح صح 9 في سفر ملوك الثاني من عدد 21. فقال يهورام فشدت مركبته، وخرج يهورام ملك إسرائيل وأخزية ملك يهوذا، كل واحد في مركبته، خرج لقاء ياهو، فصدفا عند حقلة النبوت اليزرعيلي. فلما رأى يهورام ياهو قال أسلام يا ياهو، فقال أي سلام ما دام زنا إيزابل أمك وسحرها الكثير. فرد يهورام يديه وهرب وقال لأخزية خيانة يا أخزية. فقبض ياهو بيده على القوس وضرب يهورام بين ذراعيه، فخرج السهم من قلبه فسقط في مركبته. وقال لبدقر ثالوثه ارفعه القه في حصة حقل النبوت الإسرائيلي، واذكر كيف اذا ركبت انا واياك معا وراء اخاب ابيه جعل الرب عليه هذا الحمل. وهنا نشوف ان ياهو ضرب يهورام بالسيف، فالسيف هنا مقصود به القتل والعقاب، زي ما شفنا الإشارة للقتل والعقاب كمان اللي شفناه في سيف حزائيل. فلينا عندنا حزائيل تمت، ونبوة ياهو هذه كمان تمت، وهنشوف بعد كده الأدلة كده على سيف أليشع. أليشع لم يستخدم سيف المعدني، لكن استخدم مفهوم السيف اللي احنا هنشوفه في بقية الكتاب المقدس، وهنشوف المفهوم ده في الكتاب المقدس. في سفر أشعية أنا هبلخص وهقول كمان المفهوم السيف كمان حتى في الكتاب المقدس في العهد الجديد كمان، لأن البعض كمان بيسيء أو مش بس يسيء، لكن لا يفهم معنى كلمة السيف اللي هي المفهوم اللي استخدمه السيد المسيح مع التلاميذ أو استخدمهن القديس بولس، وطبعا ده كان كله بوحي من الروح القدس. أرجع مرة تانية عشان بس من الستاتشي، لأن احنا شفنا النبوة تحققت، سيف حزائيل تحقق كان إشارة لقتل وعقاب عن طريقه، سيف ياهو قد احنا شفناه تحقق، يعني النبوة التي قالها إيليا تحققت. هنرجع مفهوم كلمة السيف اللي هي بتاعة أليشع اللي هو العقاب، هنشوف هل في عقاب ولا ما فيش. في سفر أشعياء النبي
أصحاح 11 ومن عدد 4 وأصحاح 4 وأصحاح 6 وسفر هوشع أصحاح 6، هنشوف مفهوم كلمة السيف دي. بيقول كده: بل يقضي بالعدل المساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب، قضيب اللي هو السيف، فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه. هنا بدأ السيف يأخذ معنى الكلمة، وكده كده لأن الكتاب المقدس في رسالة أفسس أصحاح 6 سيف الكلمة، سيف الكلمة ذكرها مباشرة. فهنا مفهوم السيف هنا اللي هي الكلمة، مفهوم السيف هنا اللي هي الكلمة. إشعياء 11 من عدد 4، أنا بجيب من العهد القديم وبجيب من العهد الجديد عشان المعنى يوصل لنا كلنا زي ما الكتاب المقدس أراد أن يوصل هذا المعنى. مرة تانية سفر إشعياء 11 4: بل يقضي بالعدل للمساكين، طبعا هي دي نبوة على السيد المسيح له كل المجد، ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه. في هوشع صح 6 عدد 5: لذلك اقردهم بالأنبياء، اقردهم بالأنبياء، اقتلهم بأقوال فمي، اقتلهم بأقوال فمي، والقضاء عليك كنور قد خرج. فهنا السيف بدأ يأخذ مفهوم اللي هو الكلمة، الكلمة. وزي ما قلت لكم اللي هي في رسالة أفسس أصحاح 6 من عدد 17: خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. فهنا السيف هنا بتاع سيف أليشع مفهوم وإحنا فاهمينه كمسيحيين، ويهود أيضا كمان فاهمينه أن هو سيف الكلمة، السيف الكلمة. وحتى في التعبير العام يقول لك دي الكلمة تجرح أكتر من أي حاجة تانية، يقول لك ده فلان ده كلامه يعور، أو كلامه في التعبير في الصعيد ده يبطح، كلامه بيبطح يعني بي بي بيفتح الدماغ. يعني ده مفهوم اللي هي الكلمة. مرة تانية أراجع معاكم مفهوم كلمة السيف اللي هي سيف يشوع أو أليشع اللي هو سيف الكلمة. أشعياء 11 4: بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه. هوشع 6 5: لذلك أقردهم بالأنبياء أقتلهم بأقوال فمي والقضاء عليك كنور قد خرج. أفسس 6 17: خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. عبرانيين 4 من عدد 12: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. هذه هنا الكلام واضح قوي قوي قوي، مش محتاج أي تفسير من الآخرين، لا الكلام المقدس هو بيفسر نفسه. احنا كل بنعمله ايه؟ اللي بيسأل سؤال بنجيب بقية الآيات الكتاب المقدس توضح المعنى اللي هو الأخونا ده مش عايز يفهمه، ودينا بنجاوب. يعني أنا جاوبت أسئلة كل الناس على سفر التكوين، يرجع بعض الناس لحد دلوقتي يشككوا الناس في سفر التكوين، عمالين نجاوب في أسفار موسى الخمسة، ويرجع البعض يتكلم ويشكك الناس في أسفار موسى الخمسة. بنجاوبنا على يشوع والقضاة ورعوس وصموئيل الأول وصموئيل الثاني وملوك الأول، وبرضه يرجع البعض مرة تانية يشكك الناس. ليه؟ لهم آذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون، قلب هذا الشعب غلظ، الناس مش عايزة ترجع عشان الله يشفيها من أمراضها النفسية وأمراضها الروحية. أكمل مرة تانية في رسالة أفسس 6:17 وعبرانيين 4:12: خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. عبرانيين 4:12: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. دي مفهوم الكلمة، ودي اللي استخدمها النبي. النبي كان بيستخدم الكلمة فقط،
كل الأنبياء شفناهم كانوا بيستخدموا الكلمة لتوصيل الرسالة التي أراد الله إن هم يوصلوها للشعب أو للملوك. نكمل في سفر الرؤيا صح 1 ومن عدد 16، ومعه في يده اليمنى، بيتكلم عن المسيح اللي هو شافه القديس يوحنا، 7 كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه اللي هو الكلمة، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، وهي تضيء في قوتها. وفي الرؤيا أصحاح 19 من عدد 15 كمان، ومن فمه أو من فمه اللي هو المسيح يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم، وهو يسرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. فنفس المعنى اللي اتقال في العهد الجديد هو نفسه اللي اتقال على سيف أليشع، وقيل أيضا كمان في الكتاب المقدس بطريقة مشابهة كمان تماما في سفر أرميا. يعني الكتاب المقدس كله بيستخدم هذا المعنى اللي هو السيف، سواء السيف الأداة التي يستخدمها الملوك لتأديب البعض، أو سواء للتأديب أو للقتل أو للعقاب، أو الكلمة التي يستخدمها الله للتأديب للإنسان أو رجوع الإنسان إليه مرة أخرى. ساعات الكلمة زي ما قلت لكم بتكون أصعب من أي عقاب مادي. سفر أرميا صح الأول من عدد 9، ومد الرب يده ولمس فمي وقال للرب: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. أرمي هنا لا شفناه قلع ولا هدم ولا غرس، لكن هنا المقصود كلام أرميا النبوي، الكلام النبوات التي تكلم بها أرميا، أيضا في غرس إيمان في قلوب الناس، تشجيد البعض أو زرع كلمة الله في قلوب الآخرين، وتجديد وتجديد بالشين قلوب تعبانة وقلوب بعيدة كل البعد عن الله الإله الحقيقي. فهنا مفهوم سيف أليشع هو السيف النبوي، انه بيتنبأ عليهم بالسيف، وبالفعل حارب خطايا كثيره بكلامه النبوي، وهنشوف الكلام ده في الكتاب المقدس اللي هو النبوات التي تنبأ بها أليشع. في ملوك الثاني صح 8 عدد 7، وجاء أليشع الى دمشق. احنا شفنا كلمه هنا السيف مقصود بها النبوات التي يتنبأ بها لارجاع الاخرين الى الله. يعني ده مفهوم السيف، معناها الكلمة، مفهوم السيف معناها الكلمة، سواء الكلمة بأي شكل أو بأي صورة توصل للناس. ملوك الثاني أصح 8 نشوف أليشع وهو بيتنبأ. فنادى 7، وجاء أليشع إلى دمشق وكان بنهدد ملك أرام مريضا، فأخبر وقيل له: قد جاء رجل الله إلى هنا. فقال الملك لحزائيل: خذ بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله واسأل الرب به قائلا: هل أشفى من مرضي هذا؟ فذهب حزائيل لاستقباله وأخذ هدية بيده، ومن كل خيرات دمشق حمل 40 جملا، وجاء وقف أمامه وقال: إن ابنك بنهدد ملك أرام قال أرسلني لي قائلا: هل أشفى من مرضي هذا؟ فقال له أليشع: اذهب وقل له شفاء تشفى، وقد أرانا الرب إنه يموت موتا. فجعل نظر عليه وتنبأ وثبته حتى خجل فبكي يا رجل الله. فقال حزائيل: لماذا يبكي سيدي؟ فقال: لأن علمت ما ستفعله بني إسرائيل من الشر، فأنك تطلق النار في حصونهم وتقتل شبانهم بالسيف وتحطم أطفالهم وتشق حوامئلهم. فهنا اللي بنشوفه كده ده كلام إليشع، سيف نبوي قوي لهذا الملك. ولما نشوف كمان كان بوضوح اللي استخدمه أليشع في مع الشبان 42 اللي هم بعد ما صعد أليه للسماء قعدوا يعني يتريقوا
على أليشع وقال له كده اصعد يقرع، يعني انت إيليا صعد وانت مش عايز تصعد، يعني فبيستهزئوا بيه. ف دعا عليهم أليشع او لعنهم فماتوا. هنشوف الكلام ده في ملوك الثاني اصحاح 2 عدد 23. ثم صعد من هناك الى بيت ايل، وفيما هو صاعد في الطريق اذ صبيان صغار خرجوا من المدينه وسخروا منه وقالوا اصعد يقرع اصعد يقرع. فالتفت الى ورائه نظر اليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولدا. وهنا الكلام اللي احنا قلناه من الاول ارجع الخصه مره تانيه. فهنا دول اولاد شبان قعدوا يشتموا ليش، انا هتكلم مره تانيه على الكلام ده. لكن دول عصابه من قاطع الطريق، الكلام اللي احنا ممكن نقوله، الكلام اللي البعض فسروا، قال لهم دول عصابة من 42 شاب قاطع الطريق، قد يكون منهم البعض من أصل أسرة أخاب وسبب ياه وهربوا وأصبحوا قطاع طرق، البعض قال كده وانضموا ليهم. فتنبأ عليهم أليشع عبدتهم الدبتان، وبهذا من هرب من سيف حزائيل سقط بالفعل بسيف ياه، ومن هرب من سيف ياه سقط بسيف نبوءة أليشع. يعني البعض اعتبر ان كمان حتى في هذه الحاله اللي هو ملوك الثاني اصحاح 2 على 23 24 42 واحد اللي قتلوا دول بالسيف اعتبروها تتميم للنبوه التي تنبأ عليها او تنبأ بها ايليا في ملوك الاول اصحاح 17. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. فهنا مفهوم كلمة السيف فعلا ممكن تكون العقاب القتل زي ما احنا شفنا، وقد يكون مفهوم السيف اللي هي الكلمة، الكلمة اللي احنا شفناها في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد. ألخص مفهوم كلمة السيف في الكلمة في الآيات اللي أنا ذكرتها معاكم في أشعياء 11-4 وهوشع 6-5 وأفسس 6-17 وعبرانيين 4-12 ورؤية 1-6 ورؤية 19-15 وأرمية 1 مع عدد 9 وعدد 10 وملوك الأول أصحاح 8 من عدد 7 إلى عدد 12 وملوك الثاني من عدد أصحاح 2 من عدد 23-24 اللي هو فعلا كيف ان بكلمة أليشع قتل 42 من هؤلاء الناس. ده الحقيقة مفهوم كلمة السيف التي ذكرت والتي حاول البعض ان هو هنا يستخدمها. اقول لك ازاي ما هو أليشع ما قتلش، وازاي أليشع فعلا أليشع ما مسكش السيف وقتل، لكن كانت الأداة التي استخدمها به كلمة التي خرجت من فمه فسمح الله بخروج دبتان من الوعر وقتلوا 42 من الشباب أو قطاع الطرق اللي هم اعترضوه وقعدوا يتريقوا عليه ويستهزئوا به. ده الجزء الأولاني من مفهوم كلمة السيف اللي هو البعض حاول يشكك فيه في الكتاب المقدس سفر ملوك الأول أصحاح 19. المفهوم أو السؤال الثاني اللي احنا برضو حابب نجاوب مع بعض النهاردة اللي هو الكلام اللي استخدمه الكتاب المقدس في سفر ملوك الأول أصحاح 20 من عدد 35 اللي هو الضرب والأسد، لما بيقول له اضربني قال له لا، فقال سأكلك الأسد وأكله فعلا الأسد. هو ملوك الأول 20 عدد 35. وأن رجل من بني الأنبياء قال صاحبه عن أمر الرب اضربني، فأبى الرجل أن يضربه،
فقال له: من أجل أنك لم تسمع لقول الرب، فحينما تذهب من عندي يقتلك أسد. ولما ذهب من عنده لقيه أسد وقتله. البعض بيحاول يستخدم هذه القصص لتشكيك أولادنا وتشكيك أو إثارة أسئلة حول الكتاب المقدس. هنا الحقيقة الذي أراد أن يستخدمه هذا النبي إن هو عايز يوصل رسالة، عايز يوصل رسالة إليه، عايز يوصل رسالة إليه، فاستخدم هذا المثل واستخدم هذا الأمر عشان يوصل له المفهوم اللي عايز يوصله له. يعني الله بتكون كلمته في فكر النبي أو فكر من سيرسله الله، ويستخدم هذا النبي بعض الأمور لتوصيل هذا المفهوم للآخرين، يعني عايز يوصل المفهوم للآخرين، فبيستخدم أمثلة معينة أو حاجات معينة عشان يوصل الرسالة بالطريقة التي يتقبلها الآخر. فمرة تانية أن رجل من بني الأنبياء قال لصاحبه عن أمر الرب: اضربني. فأبى الرجل أن يضربه، فقال له: من أجل أنك لم تسمع قول الرب، حينما تذهب من عندي يقتلك أسد. ولما ذهب من عنده لقي أسد وقتله. المعنى أن هو كلمة الضرب اللي كان وسيلة أراد أن النبي يوصل أو يوصل النبي بهذه الطريقة إلى أخاب، ويقول له مهمة مهمة وينقل له هذه المهمة. تاني زميله كمان رفض أن يضربه وهو يعرف نبوة الرب وهو مخالف لوصية الرب، وأضاف إلى خطيئة خطيئة أخرى كبيرة بالعصيان. يعني عايز يستحق، يعني عايز يقول هنا الإنسان اللي هو ما ينفذش الوصية الله قد يعاقبه، وعدم الطاعة للوصية، يعني هو ده المفهوم اللي عايز أو أراد الله أن يوصله من نبي إلى نبي آخر، نبي إلى نبي آخر. هنشوف مع بعض في سفر الملوك الأول وأصحاح 20 الكلام اللي احنا قرناه مع بعض. ملخص هذا هذا الأصحاح إن بنهدد ملك أرام طلب من أخاب فضة وذهب ونساء وبنيه الحسان، فوافق. عاد فطلب أن يبعت له رسالة، يبعت له مرة أخرى بإرسالية استولى على كل ما يحسن في عيني أخاب ويهدد أخاب ويسخر من إله إسرائيل. فالتجأ الملك إلى شيوخ الأرض الذين رفضوا ذلك. بعت الرب إليه نبي أكد له أنه يهبه النصرة على بنهدد، وفعلا انتصر عليه في موقعتين، وسقط بنهدد بين يديه ولم يطع وصية الرب بل أقام معه عهدا. يعني هو في أمر إلهي لي هو لم يسمع لهذا الأمر. صدر الأمر بأن تطلب نفس أخاب عوض عن نفس بنهدد وشعب إسرائيل عوض عن أرام. فهنا العقاب هو أولا لبنهدد الملك الشرير وأيضا لأخاب الذي هو ازداد خطيئة جدا. يعني بنهدد عقاب لي، وبعدين هذا العقاب عشان أخاب لم ينفذ الوصية فعوقب أيضا من هو مخالفة هنا. فهذا المفهوم اللي كان عايز يوصله النبي بهذه الطريقة أو بهذه الوسيلة، إن هو أنت عارف الكلام ده بس أنت مش عايز تعمل كده. يعني اضربني زي ما قال لأخاب، اضرب ملك أرام بنهدد، فرفض فجه العقاب لي. دي المفهوم أو الرسالة أو الوسيلة الإيضاح التي أراد الله أن يوصل بها الرسالة إلى الأنبياء وإلينا نحن أيضا اللي احنا بنقرأ الكتاب المقدس. فهنا مرة تانية بنهدد يطلب كل ما يملك أخاب من فضة وذهب ونساء وبنين. هنشوف الكلام ده في ملوك الأول 20 عدد 1 إلى عدد 5. بنهدد يهدد أخاب عدد 6. بنهدد يستعد من المعركة ويسخر من إسرائيل من عدد 7 لعدد 12. وبعدين انتصر أخاب بمعونة الرب في الموقعة الأولى من عدد 13 لعدد 21.
وبعد كده كشف خطه بن هادن من عدد 22 لعدد 27، ده الاصح ان احنا اصح 20 من سفر الملوك الاول. وبعدين من عدد 28 على 33 انتصار اخاب في الموقعه الثانيه، وبعد كده مخالفه اخاب لوصيه ربنا، وبعدين النبي يعلن عن عقاب الرب الأخاب لمخالفته وصية الرب بعد أن نصره الرب مرتين من عدد 35 لعدد 43. فالجزء اللي أخده أخواننا أخده من الجزء ده الأخير من هذا الأصحاح، بعد ما أخطأ أخاب رغم أن الرب أعطاها النصر مرتين، ولهذا النبي يريد أن يجد طريقة ليصل بها إلى أخاب ويعرف أن يتكلم معه ليبلغه عقاب الرب ليه لمخالفته وصية الرب. والنبي هنا كما في كل التفسيرات اليهودية والمسيحية، البعض قال إن هو كان ميخا النبي. في تمام السنة عد بن هدد الأرامي وصعد إلى أفيق ليحارب إسرائيل، وأحصى بنو إسرائيل وتزودوا وصاروا لقائهم، فنزل بنو إسرائيل مقابلهم نظير قطعين صغيرين من الماعز، وأما الأرامين فملأوا الأرض. بحاول ألخص لكم بس اللي ما هو موجود عشان نفهم المعنى الذي أراده أن يوصله الكتاب المقدس إلينا. من عدد مرة تانية على 27، أحصى بني إسرائيل وتزودوا وصاروا لقاهم، فنزل بني إسرائيل مقابلهم. هنقرأ بقية الأصحاح عشان نفهم القصة كلها. ليحارب إسرائيل، وأحصى بني إسرائيل تزودوا وصاروا لقاءهم، فنزل بني إسرائيل مقابلهم نذير قطعين صغيرين من المعز، أما الأرامين فملوا الأرض. فتقدم رجل الله وكلم ملك إسرائيل وقال هكذا قال الرب من أجل إن الأرامين قالوا أن رب إنما هو إله جبال وليس هو إله أودية، أدفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك فتعلمون إني أنا الرب. فنزل هؤلاء مقابل أولئك 7 أيام، وفي اليوم السابع اشتبكت الحرب، فضرب بني إسرائيل من أرامين 100,000 رجل في يوم واحد، وهرب الباقون إلى أفيق إلى المدينة، وسقط السور على 27,000 رجل الباقين، وهرب من هدد داخل المدينة من مخدع إلى مخدع. فقال له عبيده إننا قد سمعنا أن ملوك إسرائيل هم ملوك حليمون، فلنضع مسوحا على أحقائنا وحبان على رؤوسنا ونخرج إلى ملك إسرائيل لعله يحيي نفسك. فشددوا مسوحا على أحقائهم وحبارا على رؤوسهم، وأتوا إلى ملك إسرائيل وقالوا يقول عبدك بن هدد لتحيا نفسي، فقال أهو حي بعد؟ هو أخي. فتفاعل الرجال وسرعوا ولجوا هل هو منه، وقال أخوك بن هدد، فقال ادخلوا خذوه. فخرج إليه بن هدد فأصعده إلى المركبة وقال له إني أرد المدن تأخذها أبي من أبيك وتجعل لنفسك أسواقا في دمشق كما جعل أبي في السامرة. فقالوا أنا أطلقك بهذا العهد، فقطع له عهدا وأطلقه. وأن رجل من بني الأنبياء قال لصاحبه عن أمر الرب اضربني، فأبى الرجل أن يضربه. الرجل من بني الأنبياء كما هو مذكور اللي احنا الكلام اللي احنا شفناه مع بعض، اللي هو النبي قال له اضربني، ف قال له مش كامل الرب، قال له مش هضربك. ف الموضوع المحطوط هنا بتاع النبي ده محطوط في وسط هذه القصة لكي ما يعطينا المعنى او يوصل لنا المعنى الذي يريده الله ان يوصله لنا، ان هو خالف قول الرب. لا يقصد ان النبي هو من خالف قول الرب، لكن يقصد ان اخاب خالف قول الرب، او ملك ابن أخاب خالف قول الرب. فهنا عايز يوصل لنا ان كمان النبي ده كمان عمل نفس الحكاية، يعني هو فقال له يعني هيبقى في عقاب ليك انك انت خلفت امر ربنا. ده الكل الموضوع بكل ببساطة وبكل ما احنا شايفينه مع بعضينا. فكان كلام الرب إلي تشاب بقين، هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لأجله بالشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلبه الشر على بيت إسرائيل. هنشوفه مرة تانية. مرة
أخرى أرجع وأقول إن طلب أن يضرب حتى يظهر نفسه أمام أخاه كجندي وجريح عائد من الحرب، فضربه هنا وسيلة بها ميخا إلى أخاب ويبلغه كلام الرب، وأيضا الضرب فيه رمز منهم، وهنا أخاب يستحق أن يضرب عقابا على مخالفة كلام الرب وإطلاق من هدد بسلام، اللي هو المعنى المباشر المعنى الغير مباشر بناخده من خلال الرموز أو القصص التي تذكر من خلال قصة حقيقية حصلت بالفعل. يكمل فقال لهم: من أجل أنك لم تسمع لقول الرب، حينما تذهب من عندي يقتلك أسد، ولما ذهب من عنده لقيه أسد وقتله. فهنا قال إن هو سيعاقب لأجل خطاياه. ده كان هنا النبي قال له إن هو البعض قال إن هو ميخا. فعصيان كلام الرب في موقف مهم جدا كان لابد أن يخرج أو ربنا يبين لنا هذا الأمر بكل وضوح، الأمر بكل وضوح. أرجع مرة تانية وألخص ما قلته، إن هو الكلام الضرب والأسد اللي قتل النبي مقصود بها. دي كانت قصة موجودة من خلال نبوءة أراد الله أن يوصلها للملك. الملك رفض كلام ربنا في البداية وأعاد الرفض وعدم الطاعة لكلام ربنا، فبالتالي عن طريق اتنين من الأنبياء واحد فيهم رفض فعلا، وبالتالي كان هو رمز إلى ما صنعه ملك إسرائيل. فكان عقاب الله لنفس العقاب اللي هو قال له إن هو هيموت، هيقتله أسد. أنت رفضت كلمة ربنا، رفضت تضرب ملك أرام، فبالتالي هتعاقب. يعني الله عندما يريد أن يعاقب أحد، كل الهدف أن يرجع الإنسان عن شره وأن يرجع الإنسان عن خطاياه. الله ليس إله سادي ينتقم من الناس ويقتل في الناس ويقتل في الناس. الله كل ما يريده أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ده كل الهدف الذي يريده الله أن يوصله لنا. يعني ربنا كل الهدف اللي عايز يوصله لنا يوصلنا هذه الحقيقة، إن هو عندما يستخدم مثل هذه الأمور لكي ما يرجع الإنسان إلى الله مرة أخرى، ولما بيستخدم مثل هذه الأمور في عقاب مثلا معين، في مرض معين، في حروب كانت بتحصل في العهد القديم، لكي ما يرجع الإنسان إلى الله مرة أخرى إلى الله مرة أخرى. فعصيان كلام رب في موقف مهم جدا كان لابد أن يجرح النبي لكي يبدو كأنه جند جريح في المعركة يلجأ إلى الملك. الكلام اللي احنا ذكرناه قبل كده، والبعض الحقيقة لخصه بملخص حلو واحنا بنشكره عليه. رفض مبدأ مدرسة الأنبياء هو الطاعة. يعني مدرسة الأنبياء اللي هي كان منها هذا النبي هي الطاعة، يطيع كلام الله، مع ملاحظة أنه من يعرف أكثر يجاز أكثر، فهو من كان في مدرسة الأنبياء ورغم هذا رفض أن ينفذ كلام الرب ولم يتوب، اللي هو القصة اللي احنا ذكرناها بتاعت النبي والنبي، اللي هي اتنين أنبياء اللي هو قال له اضربني فقال له لا، فقال الأسد سوف يأكلك، وفعلا أكله أسد عندما خرج منه أو من لدنه في ملوك الأول 20 عدد 35. إن رجل من بني الأنبياء قال لصاحبه عن أمر الرب، من بني الأنبياء قال صاحبه عن أمر الرب اضربني، فأبى الرجل أن يضربه، فقال له: من أجل أنك لم تسمع لقول الرب، حينما تذهب من عندي يقتلك أسد، لما ذهب من عنده لقيه أسد وقتله. فهنا بني الأنبياء دول كان متدربين على طاعة الوصية وطاعة الأنبياء، فهنا هو لم يطع، فبالتالي كان عارف ان هو ياخد جزاء، وعارف ان هو من يعرف اكثر يدان اكثر. يعني هنا الرمز مهم هو ان الملك اخاب يستحق ان يضرب. كان متاثر ببعض خطايا ايزابيل اللي هو اخاب،
فليه عدة خطايا، اكتمل زمن خطيته بهذه الخطية، فهي ليست الوحيدة غالبا، لكن كان فيه خطايا قبل كده منها كتير. وصل الأمر لأخاه بعد قصة النبي الذي افترسه الأسد وخسر حياته لأنه رفض تنفيذ مشيئته، مشيئة الرب في درب النبي. وده كان إنذار لي أخير أن الله كان الله يسمح بأن أسد يأكل نبي لأنه خالف وصية الرب ورفض أن يضرب زميله. فكم ستكون عقوبة أخاب الذي رفض أن يضرب بن هدد، وعرف أخاب أنه لابد وأنه سيقتل. يعني كان كل الهدف كمان توصيل هذه الرسالة. فهو النبي مفروض يطيع ما طحش، فاستخدم الله هذه القصة لتوصيل هذا الأمر لأخاب. فالصورة التي قدمها أخونا مقتطعة تماما من السياق، ومقتطعة تماما أن هو من المعنى اللي احنا شفناه مع بعض، ومن المعنى اللي مكتوب في هذا الأصحاح، أصحاح 21 وأصحاح 20 من سفر الملوك الأول. الحقيقة الصورة بيقدموها أخواننا دايما صور مغلوطة، وبيجيب حاجات من عنده وعكس ما هو موجود في الكتاب المقدس وعكس المعنى اللي بيقول الكتاب المقدس. العقاب هنا ليس بأن ميخا دعا عليه، ده مش مفهوم، ده مفهوم خطأ، ان هو هذا الانسان استخدمه. لا، هو مقصود بيه انك انت مش هتسمع وصية ربنا، طب هيبقى في عقاب ليك. ده المفهوم، مش مفهوم ان هو نبي بيدعي على نبي فيموته. لا، ما هو مقصود بيها قال له ده قول الرب، فهو خالف قول الرب، ده المفهوم. ففي عقاب لمن يخالف قول الرب، وزي ما احنا شفنا مع بعض. اخبره ميخا بالنبوبة انه سيضفه اسد ويقتله، قال له كده، يعني حكى له اللي هيحصل معاه بالظبط. وانسان في موقفه كان كده وسمع نبوة من ميخا يخرج من عند ميخا صف أسد ويقتله، لو كان له روح اتضاع كان ومخافة من ربنا كان تاب وطلب من ربنا وتشفع أو طلب صلاة ميخا أن ربنا ينقذه وأن ربنا ينجيه، لكن لم يفعل هذا الأمر. على الأقل خالص كان مفروض ما يخرجش وحده، كان يخرج مع حد تاني. يعني هو قال له ده في أسد هيخرج، يعني قال له اللي هيحصل معاه. طب على الأقل خالص ارجع توب، قول له أنا أخطيت، أنا متأسف، يعني يا رب أنا فعلا خلفت أمرك. أنا الحقيقة مش هقدر أضربك لأنك أنت نبي، وإزاي أضربك كنبي، واخد بالك؟ لكن هذا الإنسان في إصرار على العند وإصرار على عدم الطاعة. فبالتالي نرجع مرة تانية من أصحاح 20 في سفر الملوك الأول ومن عدد 37 ونقراه مع بعض. أقرأ لكم من أول القصة عشان نفهم الموضوع مع بعض، إن إحنا الموضوع بدأ يتوضح قدامنا بأكثر تفصيل. وأن رجل من بني الأنبياء قال لصاحبه عن أمر الرب ضربني، فأبى الرجل أن يضربه، فقال له من أجل أنك لم تسمع القول الرب، فحينما تذهب من عندي يقتلك أسد. ولما ذهب من عنده لقيه أسد وقتله. فهنا لم يطع كلامه، قال له ضربني، ما ضربهوش. فكان قايل له هيحصل معاك كيتو 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 كيت. كان مفروض يتوب، كان مفروض يقدم اعتذار للنبي، يقول له ربنا أنا مش قادر أضرب واحد من أولادك. ده اللي كان مفروض يقوله، لكن هو بعناد ومش عايز يعمل كده، نفس عناد أخاب. ثم صادف رجل آخر فقال له اضربني، فضربه الرجل ضربة فجرحه. يعني أدي الفرق بين اتنين، واحد لم يسمع كلام ربنا والتاني سمع كلام، أو واحد لم يسمع كلام النبي والتاني سمع كلام النبي. فصادف رجل آخر فقال اضربني، فضربه الرجل ضربة فجرحه. فذهب النبي وانتظر الملك في الطريق على الطريق، وتنكر بعصابة على عينيه. ولما عبر الملك نادى الملك وقال خرج عبدك إلى وسط القتال، وإذ برجل مال وأتي إلي برجل، وقال احفظ هذا الرجل، وإن فقد تكون نفسك بدل نفسه أو تدفع وزن من الفضة، فيما عبدك مشتغل هنا وهناك إذ هو مفقود. فقال له ملك إسرائيل هكذا
حكمك أنت قضيت، فبادر ورفع العصابة عن عينيه فعرفه ملك إسرائيل أنه من الأنبياء. فقال له هكذا قال الرب، لأنك أفلتت من يدك رجلا قد حرمته تكون نفسك بدل نفسه وشعبك بدل شعبه. فمضى ملك إسرائيل بيته مكتئبا مغموما وجاء إلى السامرة. دي القصة. واحد رفض أن هو يضرب النبي، الثاني وافق أنه يضرب النبي ويجرحه، و الله أراد النبي أن يوصل رسالة إلى الملك بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة. ده المفهوم، وده اللي كان مفروض إخواننا لما يذكر حاجة لا يقتطع جزء كده ويروح واخد حتة صغيرة كده ويبتدي زي ما هم بيعملوا في العادات بتاعتهم كده، والعناوين المثيرة اللي بيحاولوا يحطوها على الحاجات اللي بيعملوها. أنا لا أقصد حد معين، لا أقصد، لكن أقصد من اقتطع هذا الجزء وبدأ يحط عناوين ليها. احنا بنجاوب على أسئلتكم كلها، ما عندناش حاجة ما بنجاوبش عليها. أرجع مرة أخرى وألخص هذا السؤال اللي هو الجزء السؤال الثاني في هذه الحلقة، اللي هو ضرب نبي، رفض ان هو يضرب نبي اخر، فبالتالي حصل ان هو قال له هيصادفك اسد وهيقتلك. دي كانت في سياق قصة عن ملك اسرائيل. ملك اسرائيل ربنا قال له هيستخدمك عشان تعاقب عباد الاوثان، او من جعلوا الشعب يسقط في خطيئة عبادة الاوثان. وقع في ايديه مرتين هذا الملك، ولكنه لم يفعل معه اي شيء ولم ينفذ عقاب ربنا لعابد الاوثان هذا، ان هو يعاقبه عشان الناس ما تستمرش في عبادة الاوثان والناس ترجع عن طريق ضلالها وترجع الى ربنا مرة اخرى. في وسط هذه الامور اراد النبي او اراد الله ان يوصل رسالة الى الملك، والنبي هنا زي ما قالوا المفسرين هو ميخا. فراح لواحد من بني الأنبياء ان هو ده المفروض هيطيعه وهيسمع كلامه، قال له اضربني، فرفض ان هو يضربه. فقال طيب خلاص انت رفضت تضربني، فانت هتبقى مثل لهذا الملك لاخر، فهيقتلك اسد لما تخرج من عندي. وفعلا قتله اسد. بعدها راح تكلم مع واحد اخر قال له ضربني، ففعلا ضربه وجرحه بالسيف، ولما الجرح خرج ودار نفسه وقال للملك القصة ان هو عايز يوصل له رسالة ان الله اوقع في يدك من كان سبب في ان الشعب يبعد عن الله عن عبادة الله الحقيقي، ولم تقتله رغم وصية ربنا ليك انك انت ده كان سبب من أسباب بعد الشعب عن الله، فبالتالي سوف تموت أنت لنفسك بدلا أو عوضا عن نفسك. دي القصة من خلال الأحداث اللي احنا شفناها مع بعض في سفر الملوك الأول أصحاح 20 وأصحاح مليء. اللي أراه كله من الأول للآخر هيفهم المفهوم اللي أنا ذكرتون كنت وقتها، مش يفهم اي مفهوم اخر بتاع اخواننا اللي بيقتطعوا حاجات ويتناقلوها مع بعض دون ان يرجعوا للكتاب المقدس. عن لو هو كلف نفسه رجع وارى في الكتاب المقدس، ما اراش من المواقع اللي بيقرا فيها بتاعته دي اللي مقتطع حاجات كده وياخدها، هيفهم اللي احنا فهمناه. الخص الشبهه بتاعت النهارده اللي هو مفهوم كلمه السيف في الجزء الاول، صح، السؤال الاولاني الجاب عن السؤال الاولاني، مفهوم كلمه سيف اللي هو سيف اياهو وسيف حزائيل وحزائيل وياهو اليشع. كلمه مفهوم كلمه السيف هنا مفهوم كلمه يعني العقاب والردع، وشفنا العقاب والردع سواء عن طريق الملك نفسه او عن طريق من ينوب عنه او من يوكله بإقامة هذا العقاب. وشفنا مفهوم كلمة السيف اللي هي كلمة السيف اللي هي مفهوم هي كلمة الكلمة نفسها او الكلمة الخارجة من الفم، وشفنا
في العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا هذا المعنى، مش بس في العهد الجديد بس، لكن كمان في العهد القديم. مفهوم القصة اللي هي بتاعت الرجل الضرب والأسد شفناها، ساقها البعض واقتطعها من سياقها أن هو دي واحد رفض كلام ربنا والتاني سمع كلام ربنا. للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. أمين تعال أيها الرب يسوع المسيح. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يأتي فليأخذ ماء حياة مجانا. أمين أمين.